السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعاليات الأسبوع الرابع من الدوري المصري 2018-2019، لقاء الأهلي وحرس الحدود أو حرس الحدود والأهلي، لأن المباراة يعني هي مباراة حرس الحدود. كل التوفيق لكل الأهلاوية النهاردة إن شاء الله الرحمن بمباراة كويسة ونتيجة كويسة بإذن الله، وخصوصا أنها تسبق أكيد مباراة كامبالا سيتي وصدارة مجموعة أفريقيا بعد فوز رائع جدا جدا ومهم جدا على الترجي التونسي في رادس في تونس. قبل ما نتكلم على فعاليات اللقاء وملعب الأهلي وتشكيلة ملعب الأهلي النهاردة المكونة من كابتن عادل طعيمة، كابتن حمادة صدقي، كابتن أسامة حسني، قبل ما نتكلم على التشكيلة والأمور الفنية والأمور التفصيلية الخاصة باللقاء ومراسلنا كريم أحمد من هناك وكل الأحداث والتشكيلة ومين اللي طلع من المعسكر ومين اللي دخل المعسكر ومين هيمثل الأهلي وتشكيلة الأهلي في الملعب، كل الأمور اللي تهم الجمهور أكيد، لكن كمان هناخد دقيقتين أو ثلاثة، يعني مش هنحاول ما يبقاش أكتر من كده، ونقفل مباراة وادي دجلة. وادي دجلة بيظهر الوجه الحقيقي لكتير جدا جدا من الإعلاميين في الفترة اللي جاية أو السنة دي تحديدا. مباراة وادي دجلة كانت ما كانتش مباراة عادية، يعني انتهت بفوز الأهلي 1-0 وخلاص على كده، لأ، طلعت اللي جوه قلوب الناس، طلعت اللي بيتمناه كتير جدا من الناس. يعني الفيفا كمان النهاردة بيرد على بعض محللين التحكيميين الموجودين في الدوري المصري وبيقول لهم الشك في صالح المهاجم وليس الشك في صالح منافس الأهلي. ممكن تغطأ تقديريا، ممكن، لكن قانونيا بعد ما تشوف اللقاء وتتفرج على أحداثه وتتفرج على مغريات وتتفرج على حالاته ومصر برضو تفهمنا حاجة وكأنك بتستعمانا، يعني خبرات سنين مكونة من عدد مباريات وناس شاركت وناس بتمارس كرة القدم وناس بتتفرج، شافت حالات كتير جدا مشابهة وحاجات كتير جدا مماثلة. ممكن تغلط في كورة، تعمل رسم بياني بدل ما خط مستقيم مفيش مشكلة، تعمل زجزاج في الملعب وكأنه خط مفيش مشكلة، المساحة ما بين ال 18 والخط تبقى أقل في جزء وأكبر في جزء مفيش مشكلة، تجيب الكاميرا يمين مفيش مشكلة، تجيب الكاميرا شمال مفيش مشكلة، ياخد كده ينفع وكده ينفع مفيش مشكلة، لكن كونك في القانون تقول على واحدة من أسهل اللعبات اللي موجودة فعلى الإطلاق على الإطلاق لكل حكم مصري درجة أولى ودرجة تانية ودرجة تالتة ودرجة رابعة ودرجة عشرة حتى، تقول ديت ما فيهاش احتكاك خالص، وتحديدا كرة ميدو جابر، تحديدا كرة ميدو جابر. أنا سمعت بوداني، ما حدش قال لي، يعني سمعت بوداني ما حدش قال لي، حكم من الحكام الكبيرة جدا قال بالنص، قال بصوا اقف هنا اقف هنا اقف هنا اقف هنا اقف هنا، قال كده. الاحتكاك من بره طبيعي، هل استمر الاحتكاك او العرقله؟ ما ظنش، يبقى كده اللعبه عاديه ما تستوجبش ضربه جزاء. يا راجل، طب انت بتستعمل، يعني قلبك قدر يقولها ازاي؟ قدرت تنطقها ازاي؟ السنين الكتيره في التحكيم والخبرات والمحاضرات ومحاضر ودولي وكاس عالم، ازاي بس؟ ازاي؟ يعني تقول على الكره دي ايه؟ احنا مش في سنه 60 المباراه مذاعه على الاذاعه، دي في التلفزيون. أنا ما عنديش مشكلة في موضوع الهدف. الهدف كابتن سمير عثمان النهارده هيعمل لنا حاجات كتير قوي هو محضرها. لكن قلبك يطوعك على دي تقول عليها مش ضربة جزاء ازاي؟ لسانك قدر يقولها ازاي؟ يعني تقول على دي مش ضربة جزاء، يعني تقول مثلا ما تجيبهاش خالص يا راجل، ماشي. ما تذكرهاش أساسا، مفيش مشكلة. تقول أهي غلطة وعدت، مفيش مشكلة. لكن تقول على دي، هل استمر الخطأ؟ ولا ما استمرش؟ ما استمرش، يبقى ما فيش مشكلة. ما هو حاجة من اتنين، يا احنا ما بنشوفش خالص، ما بنتفرجش على كرة أصلا، أو ما لعبناهاش، أو حضرتك عايز تستعمانا. والنبي ما تستعمانا، الله يخليك، ما فيش مشكلة خالص، ما فيش مشكلة إن أنت تقول إن دي مش ضربة جزاء، ما فيش مشكلة، بس ما تستعمناش. يعني ما تقولش استمر الدفع أو الخطأ أو ارتكاب الخطأ، استمر ولا ما استمرش؟ لا ما استمرش. أمال دي إيه؟ يعني رجل الواد إيه؟ فوتوشوب مثلا؟ يعني هنعملها ازاي؟ اقتباس، عارفين لما يكون افلام اجنبيه وبتقتبسها الافلام المصريه، وكانت كتيره في فتره من الفترات، دلوقتي كده برضه تليفونات تشتغل داخليه، ايه الاخبار؟ هنقول ايه؟ طب نسلط الضوء على دي ولا دي؟ يعني طب خلاص، يعني خلينا نتكلم على الكره، الهدف بتاع النادي الاهلي،
وانا بقول لكم ما عنديش مشكله لما تعوج الخط كده او تعملوا زجزاج حتى او يبقى مش مستقيم براحتك، الكاميرا لو جت يمين الكاميرا لو جت شمال مش دي المشكله خالص، تكبر جسم علي معلول يعني تخلي يعني علي معلول يبقى هو الكبير ما فيش مشكله تمام؟ يعني ما عندكش ما يبقاش عندك مشكله. انا عايز اسال سؤال بس بسيط جدا، شوف شوف لون النجيله، سيبك من الخط خالص يا عم، سيبك من الخط خالص، شوف لون النجيله نفسها، لون النجيله هنا تحكم، النجيله هنا خضراء قوي والتانيه يعني باين اللون فيه فرق شويه. وعلى العموم مش هنفصل في ده، وانا بقول لك ما عنديش مشكله في الخط ده خالص، يعني ما عنديش مشكله انت تعمله كذا فلان يعمله غيره، تعمله زجزاج، تعمل رسم بياني، تعمل رسم مش عارف ايه. وزي ما قلت لك النهارده الفيفا بيرد عليك بعد اللي شافوا ده، ما هو الفيفا ده الفيفا ده لو ركز معانا والله العظيم ثلاثه، لو ركز معانا الفيفا ده هيتعب جدا، مش هيلاقي شغلانه غيرنا. ليه بقى؟ لان هو عنده قانون، يعني عنده قانون لما يقول لك حتى في الماده 11 في قانون كره القدم اللي هو خاص بالتسلل، يقول لك الشك في صالح المهاجم. احنا عندنا هنا السنه دي يعني هتلاقي الشك في مصلحه منافس الاهلي، انسى. انا حبيت اقف عند دي شويه، لكن بعد الاستوديو ان شاء الله الرحمن ومباراه الاهلي وحرس الحدود هيبقى معايا كابتن سامر عثمان، محضر حاجات حلوه جدا، تابعونا. والنهارده كمان النهارده لازم اقول لكم ان انتوا تستعدوا لبكره ان شاء الله الرحمن، هيبقى حلقتنا الساعه 10 اسف من ملعب الاهلي، ويوم الاحد الساعه 11. اليومين مهمين جدا جدا، هنتكلم فيهم حاجات اعتقد انها مفيده قوي قوي. انتظرونا بكره، لان واضح جدا ان احنا ممكن نعمل الحلقات دي اجزاء، يعني ناخدها اجزاء كده. فبكره ان شاء الله الرحمن هتبقى الساعه 10 حلقه في منتهى الاهميه باذن الله. يوم الاحد هتبقى حلقه الساعه 11، يعني بكره 10 السبت والحد الساعه 11. ده كان كلامي النهارده. نخش بقى في فعاليات اللقاء، اللقاء المهم جدا في الاسبوع الرابع اللي بدا النهارده بفوز انبي على المقاولين العرب 2-1، وكالعاده المقاولين اسبوعين ورا بعض يتقدم وبعد كده يتاخر بعد طرد طاهر محمد طاهر اللي كان متقدم للمقاولين العرب، لكن قدر انبي ان هو يتفوق ويحسم اللقاء لصالحه 2-1. ولقاء دلوقتي ما بين الاسماعيلي ومصر المقاصه، تفوق للاسماعيلي على حساب مصر المقاصه. نخش في فعاليات ماتشنا بقى وملعبنا مع كريم احمد. كريم، طب اتفضل يا كريم، اتفضل. تحياتي ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ، كل مشاهدي نجوم الاستوديو التحليلي. زي طبعا ما قلنا كالعاده مباريات متتاليه، تلاحم مباريات كبير اليوم على موعد في مباراه الاهلي وحرس الحدود في استاد الماكس ان شاء الله في الساعه 9 مساء. كل التوفيق للنادي الاهلي في البدايه، ان شاء الله 3 نقاط المباراه يكونوا من نصيب للنادي الاهلي. زي ما قلنا كابتن سيد، رغم حاله الاجهاد الكبيره جدا اللي بتدر فريق للنادي الاهلي، تلاحم المباريات كل 72 ساعه مباراه، امر صعب شويه على فريق النادي الاهلي نظرا لمشاركته في البطوله الافريقيه، البطوله العربيه، وايضا كمان بطوله الدوري العام. لكن في مجهود كبير بيبذل من مستر مايكل اندمان مخطط الاحمال، الاسيست كمان للمساعد لكابتن حسين عبد الدايم طبعا اللي بيقوم بمجهود كبير جدا في الريكفري، اللي ما فيش وقت بصراحه ان يكون في ريكفري للاعيبه. وزي ما انت عارف يا كابتن سيد، عدد كبير من اللعيبه مش موجودين في قائمه المباراه، عدد كبير بيشتكي من الاجهاد، على راسهم الشناوي وميدو جابر وايضا كمان احمد فتحي. لكن لو بخص الشناوي، يمكن الشناوي كانت حصلت ليه كدمه في المباراه الاخيره وقبل كمان التسخين في مباراه وادي دجله، اشتكى منها مع كمان العضله الضمه. ميدو جابر اشتكى من العضله الخلفيه، احمد فتحي يمكن اجهاد بشكل عام. لكن ان شاء الله الثلاث لاعبين دول باذن الله يكونوا جاهزين على مباراه كامبالا سيتي للنادي الاهلي، مستمر هنا في برج العرب حتى ان شاء الله هذه المباراه اللي هتكون يوم الثلاثاء على ملعب برج العرب. لو برجع معاك سريعا يا كابتن سيد، دي القائمه الخاصه بفريق النادي الاهلي اللي بتضم 20 لاعب: شريف اكرامي، علي لطفي، سليف كولوبالي، حسام عاشور، هشام محمد، مروان محسن، سعد سمير، محمد نجيب، عمرو السليه، ايمن اشرف، محمد هاني، اسلام محارب، وليد ازارو، اكرم توفيق، وصلاح محسن، واحمد ياسر ريان، وليد سليمان، ناصر ماهر، حمودي، وعلي معلول. عدد كبير زي ما قلنا مستبعد، 14 لاعب خارج قائمه النادي الاهلي سريعا: الشناوي، ميدو جابر، احمد فتحي، مؤمن زكريا، كريم ندفد، بكماني، محمد شريف، احمد الشيخ، باسم علي، وصبري رحيل، احمد حمدي، واحمد علاء،
محمود الجزار ووليد سليمان. لكن لو بخص بالتحديد وليد سليمان اللي ترك معسكر فريق النادي الاهلي، ومن خلالك ومن خلال ملعب الاهلي بنتقدم بخالص العزاء لوليد سليمان في وفاه خاله، واحد من اللعيبه المجتهدين جدا، كان متواجد كالعاده في معسكر فريق النادي الاهلي، لكن فور تلقيه خبر وفاه خاله ترك طبعا المعسكر بالتنسيق مع الكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره المدرب العام ومستر باتريس كارتيرون. بنتمنى كل هذه الغيابات لن تؤثر على النادي الاهلي، والتاكيد اللي كان في المحاضره اللي اكيد انتهت من لحظات كان الكابتن طبعا محمد يوسف ومستر باتريس بياكد على احترام فريق حرس الحدود. لابد كل لعيبه النادي الاهلي المتواجدين في القائمه وخارج القائمه يكونوا جاهزين بنسبه 100% في سياسه تدوير يا كابتن سيد خلال المباريات اللي فاتت، وهكون كمان في المباريات القادمه. بنتمنى ان شاء الله باذن الله تكون مباراه اليوم الاهلي وحرس الحدود من نصيب النادي الاهلي، ان شاء الله تكون مباراه جيده. النادي الاهلي يحاول ان هو باذن الله يسعى الى 3 نقاط كعاده فريق النادي الاهلي. كل الامور ماشيه بشكل طيب جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي، ينقص النهارده كل التوفيق ان شاء الله يا كابتن سيد، وباذن الله ان شاء الله عقب انتهاء هذه المباراه كالعاده يكون لنا فرحه مع فريق النادي الاهلي وعدد كبير كمان من اللقاءات لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. شكرا كريم. يمكن مباراه في منتهى الاهميه طبعا مع حرس الحدود، في اخر لقاءاته يتعادل مع الجونه 1-1 بعد ما كان خسران مباريتين من الانتاج الحربي 1-2 ومن الداخليه بنفس النتيجه 1-2، قدر ان هو يحقق اول نقطه مع كابتن عماد سليمان. بالتاكيد هي مباراه صعبه مش سهله، لكن كمان يهمني في الفتره الحاليه ان انت تجمع نقاط. صحيح الاداء بيبقى مهم جدا ومطلوب، وانت بتلعب كره القدم عشان تستمتع بالاداء الفني، لكن في بعض الاوقات بتبقى في ظروف وفي احداث يعني بتبقى صعبه شويه، يهمك قوي ان انت تفوز عشان كمان ما يبقاش فيها ضربات ممكن تحصل لك او حاجات ممكن تحصل لك تعمل ضغوط عليك مستقبليه. طبعا في وقت من الاوقات بتتعرض لاصابات زي اللي موجود فيها النادي الاهلي وعدد كبير من الغيابات، فمهم قوي ان انت تحقق الفوز ايا كان اللي موجود في تشكيله النادي الاهلي، فهم كلهم قادرين على تحقيق المكسب باذن الله. طيب الاسبوع الرابع بدا فعالياته بمباراه كانت بدري شويه، جمعت ما بين وادي دجله وبتروجيت وانتهت بتفوق بتروجيت 2-1، ومباراة تانية كانت النهاردة اللي هي كانت مباراة إنبي مع المقاولين أو المقاولين وإنبي، وقدر إنبي إن هو يكسب المقاولين 2-1. باقي اللقاءات يعني مصر المقاصة بتواجه الإسماعيلي في إسماعيلية في الوقت الحالي، والأهلي بيواجه حرس الحدود النهاردة، وبكرة وبعده إن شاء الرحمن هيبقى فيه استكمال لبقية الأسبوع الرابع. لو عندكم يا جماعه مباريات الاسبوع الرابع اعرضوها كمان. طيب مفيش مشكله. يبقى النهارده في 3 لقاءات، الاولى كانت مباراه انبي والمقاولين 2-1، الثانيه بتجمع ما بين الاسماعيلي ومصر المقاصه في استاد الاسماعيليه 1-0 لحد دلوقتي تفوق للاسماعيلي، الثالثه هي مباراه الاهلي وحرس الحدود. بكره ان شاء الله الرحمن بقى في اللقاءات وبعده وهكذا. طيب جدول الترتيب يعني لحد دلوقتي قبل الاسبوع الرابع، خليني اقوله لكم، الزمالك 7 نقاط، الاهلي 7 نقاط، سموحه 7 نقاط، الانتاج الحربي 7 نقاط، بيراميدز 7 نقاط، انبي النهارده بقى يعني بعد ما كسب النهارده بقى 6 نقاط، لان هو خلاص دخل في المعمعه هو كمان، او دخل في الموضوع بشكل كويس، كان خسر من بيراميدز وكسب طلائع الجيش وخسر من سموحه، النهارده بيتفوق على المقاولين. بتروجيت 6 نقاط، الجونه 4 نقاط، والمقاولين العرب 4 نقاط، الداخليه 4 نقاط، المصري 4 نقاط، الاتحاد السكندري 4 نقاط، مصر المقاصه 3 نقاط، الاسماعيلي هو كسبان دلوقتي فممكن يبقى لحد دلوقتي في النتيجه 5 نقاط، لكن لسه النتيجه ما تمش حسمها لحد دلوقتي. طبعا نجوم اف سي 2 نقطة، وحرس الحدود وطلع الجيش ووادي دجله كل فرقه عندها نقطه. طيب في عدد كبير جدا من اللعيبه بالتاكيد عندهم هدفين، مثلا النهارده طاهر محمد طاهر وصل رصيده لهدفين مع بيتساوى مع لعيبه كتيره موجوده، مصطفى جمال من حرس الحدود مثلا على سبيل المثال، اوكي محمود الشبراوي من الجونه، واسلام رشدي هدفين من انتاج، ونوح سعداوي اللي هو لاعب انبي جاب هدفين. طيب انت عايز تطلع فاصل مظبوط؟ طب نطلع فاصل وبعدين نتكلم على مواجهه الاهلي وحرس الحدود وهدافين مواجهه الاهلي وحرس الحدود بعد الفاصل.
باسط يا باسط. اهلا بكم من جديد. يمكن مكملين مباراه، طبعا تفاصيل مباراه حرس الحدود والاهلي اللي هتبدا ان شاء الله بعد ساعه من دلوقتي. مباراه شهدت او فرقتين شهدوا مواجهات ما بينهم وما بعد 27 مواجهه جمعت حرس الحدود والاهلي، وكان التفوق اهلاوي ب 22 فوز مقابل فوزين بس لحرس الحدود وثلاث تعادلات. الاهلي له من الاهداف 50 هدف في مرمى حرس الحدود مقابل 15 هدف دخلوا مرمى النادي الاهلي. يبقى الاهلي وحرس الحدود 27 لقاء جمع بينهم، 22 فوز للاهلي مقابل فوزين اثنين بس لحرس الحدود، وثلاث تعادلات حسموا بيها اللقاء الاهلي وحرس الحدود. هداف الاهلي في مواجهات حرس الحدود طبعا عماد متعب ب 8 اهداف، وابو تريكه 4 اهداف، وبركات 4 اهداف، وفلافيو 3 اهداف. هدافين حرس الحدود في الاهلي احمد حسن مكي 3 اهداف، واحمد عيد عبد الملك هدفين، وعبد الحميد بسيوني هدف. هدفين بقى. اوكي. طيب. الاهلي وحرس الحدود اخر مواجهه بينهم كانت 2015 2016، وبعد كده حرس الحدود هبط لدوري الدرجه الثانيه. كان المواجهه الاولى كانت على استاد برضو برج العرب، كان تفوق فيها الاهلي على حرس الحدود بثلاثيه، كان ايفونا لو تتذكروا جاب هدفين، وصالح جمعه جاب واحده من احلى الاهداف او واحد من احلى الاهداف في الدوري وقتها، الهدف الثالث. في لقاء الدور الثاني كان على استاد الماكس اللي هو هيشهد لقاء النهارده، كان الاهلي تفوق على حرس الحدود برباعيه عن طريق رامي ربيعه، وكان مؤمن زكريا جاب هدفين، وكان في هدف عكسي لاحمد سعد في مرمى. موقف الفرقتين في البطوله لحد دلوقتي يعني ما فيش حاجه بتنزل على الشاشه ما شاء الله. طب كويس. الفرقتين موقف الفرقتين في الجدول، الاهلي لعب 3 مباريات فاز 2 وتعادل 1، يعني عنده من النقاط 7 نقاط، عنده 4 وعليه هدف في المرمى الاسماعيلي. الحدود لعب 3 لقاءات ما فازش ولا مباراه، تعادل في واحده بس اللي هي الاخيره مع الجونه، هزيمه 2، عنده 3 اهداف وعليه 5، الترتيب 16. كارتيرون المدرب الفرنسي في مواجهه مصريه لعماد سليمان المدرب حرس الحدود، كارتيرون 48 سنه، كابتن عماد سليمان 59 سنه. كارتيرون تولى منتخب مالي، المسؤوليه القياديه الفنيه لمنتخب مالي ومازيمبي والنصر السعودي ووادي دجله، وكابتن عماد النحاس كان مرن عدد كبير من الفرق او عدد من الفرق المصريه ابرزها الاسماعيلي والمقص. صفاره النهارده بيدير اللقاء طارق مجدي، الحكم اللي غاب عن مواجهات الاهلي الاساسيه من 950 يوم، من 950 يوم ما قدرش لقاء للاهلي كحكم اساسي. المباريات اللي جمعت طارق مجدي بالاهلي السنه اللي فاتت كان كلها حكم خامس، كان ابرزها طبعا المقصه او كلها المقصه والانتاج الحربي، وكمان اخر المواجهات كانت مع الاسيوطي، الاهلي والاسيوطي. الاهلي خسر مع وهو حكم مع طارق مجدي وهو حكم خامس مباراه مصر المقصه بعد فتره طويله جدا 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 من التفوق الاهلاوي، خسر من مصر المقصه 2-3 في السويس، وخسر من الاسيوطي برضه هو حكم خامس في نفس الجزء اللي هو على شمال الشاشه على طول، برضه كان حكم خامس. ومباراه الانتاج الحربي كان موجود برضه كحكم خامس مع كابتن محمد فاروق في لقاء شهير جدا حسب فيه كابتن طارق مجدي، هو اللي ادى القرار بتاع البنالتي للانتاج الحربي، وكان فيه ركلتين جزاء طبعا محدش يقدر ينساهم ابدا في عالم كره القدم مع الانتاج الحربي. لكن القرار ساعتها الحقيقه يعني عشان الواحد يدي شهاده حق، كان محمد فاروق كابتن طارق مجدي كان قايل انها الاثنين ضربتين جزاء، لكن كابتن محمد فاروق ما سمعش الكلام مع انه سمع الكلام في الشوط الاول. لكن الغريب ان حكم موجود على الساحه بقاله فتره طويله جدا ما غابش، مثلا يعني لا قدر الله الاصابه او الاستبعاد او فتره من الابتعاد مثلا عن الدوري ورجع مره ثانيه، في عدد الايام يزيد، لكن هو من 14 يناير 2016 وتحديدا مباراه الاهلي والداخليه كابتن طارق مجدي ما حكمش ولا مباراه للاهلي كحكم اساسي، كحكم ساحه اساسي، لكن كان موجود كحكم خامس زي ما شرحت لحضراتكم. من 14 يناير 2016 في المباراه اللي جمعت ما بين الاهلي والداخليه 1-1
في استاد بترسبورت لو برضو حضراتكم تتذكروا، دي كانت آخر مباراة لكابتن طارق مجدي 14 يناير 2016. احنا النهاردة 24 أغسطس، يعني انت بتتكلم في سنتين و7 شهور، سنتين يعني 730 يوم، 365 يوم، وسبع شهور بتتكلم حوالي 10 أيام، بتتكلم في 220 يوم و730، يعني 950 يوم، 950 يوم. لعله خير نطلع نستقبل ضيوفنا او فاصل وبعدها نستقبل ضيوفنا، كابتن حماده صدقي، كابتن عادل طعيمه في الاول اسف، كابتن حماده صدقي وكابتن اسامه حسني. اهلا بكم من جديد، وتشكيله ملعب الاهلي بيمثلها اليوم كابتن عادل طعيمه. مساء الفل، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا كابتن؟ اخبار حضرتك ايه؟ بخير الحمد لله، تمام، كله تمام. بنعيد عليك وعلى الشعب المصري وعلى الزملاء دايما يا رب، الزملاء الكرام، كل سنه طيبين يا رب دايما بالفرحه. كابتن حماده صدقي كل سنه طيب. وانت طيب يا سيد، برحب بيك ويا رب يكون يوم جميل النهارده ان شاء الله. يا رب كل سنه طيبين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. سفرية داخلية برضو على طول شغالين. ليك انت في الداخلي السريع السريع ده. على قدينا. كابتن أسامة حسني وعودة حميدة، كل سنة وحضرتك طيب والحمد لله على السلامة. أنت طيب يا كابتن سيد، وسعيد إن أنا موجود معاك النهاردة ومع كابتننا الكبار كابتن عادل وكابتن حمادة. الحمد لله على السلامة. ألمانيا هي مختلفة ولا الدنيا إيه؟ بص، أنا الكلمة الألمانية اللي اتعلمتها هناك دانكشن. يعني شكرا ولا إيه؟ شكرا. عارف بقى فيلم النمر الأسود بتاع أحمد زكي؟ آخر حاجة. طول ما أنا بمشي بسأل، فأي حد يقول لي حاجة بقول له دانكشن، فدي الكلمة اللي أنا اتعلمتها. طب سريعا كده، يعني الأجواء مختلفة، أنت طبعا كنت معايشة في بايرن ميونخ، ودي حاجة حلوة جدا جدا. يا ريت الناس كلها حتى اللي عنده مقدره انه يروح حتى على حسابه، يعني الامر بيبقى مختلف كتير قوي، خبرات وكميه من المواقف اللي ممكن تتعرض لها وطريقه تفكير ونظام واداره، كل حاجه. سريعا كده يا استاذ. طبعا انا كنت بسعى الموضوع ده من فتره، وكنت خاطبتهم ورسلتهم وبعت لهم السي في بتاعي وهم رحبوا. طبعا رحت، طبعا شفت الاجواء مختلفه تماما، اجواء احترافيه سواء مع الفريق الاول او قطاع الناشئين او فريق السكند تيم 23 سنه، فيعني ألقيت النظرة على كل الفرق دي. فطبعا يعني هناك الحمد لله الواحد خبراته وشاف حاجات جديدة جدا. ألمانيا طبعا من الدول المتقدمة جدا في كرة القدم، وهي واخدها كعلم وكدراسة، فدايما بيشوفوا دايما ايه الجديد في كره القدم عشان يسهلوا، عشان دايما يكونوا متواجدين في كاس العالم او يحققوا نجاحات على المستوى الانديه. طبعا وبايرن ميونخ كمان انت بتتكلم في واحد من اعرق الانديه على اكيد طبعا في الساحه كلها. كابتننا الكبار كل واحد عمل معايشه في حته، يعني كابتن حماده صدقي هتلاقيه في الارسنال، هتلاقي كابتن عادل في برلين، في المانيا والبرازيل. المانيا والبرازيل شغل تقيل قوي، بس دي الوقت عشان مباراه حرس الحدود، خلينا نخش في فعالياته على طول. دول عايزين يعني عدد من الحلقات، كان كابتن عادل ولا كابتن حماده ولا كابتن اسامه. طب كابتن عادل سريعا عشان الوقت معانا، هقول لك تشكيله الفرقتين وبعدين حضرتك تقول لي يعني تعليقك على تشكيله الاهلي تحديدا. الاهلي بيمثله النهارده الشريف اكرامي، محمد هاني، سعد سمير، كولوبالي، ايمن اشرف، عمرو السوليه، حسام عاشور، احمد حمودي، علي معلول، صلاح محسن، وليد أزار. دي تشكيلة الأهلي. الاحتياطي بتاع الأهلي علي لطفي، هشام محمد، إسلام محارب، مروان محسن، ناصر ماهر، أكرم توفيق، وأحمد ياسر ريان. تشكيلة الحرس، مسعد عوض، عبد الله جمعة، ومحمد عبد الفتاح، ومحمد الشبيني، وإبراهيم عبد الخالق، وإيزاك، وإبراهيم عبد الخالق، مصطفى جمال، إمام عاشور، بامبا لسيان، وأحمد فتحي حمزة، وحمادة نصر. احتياطي حرس الحدود، احمد السعداني، احمد هاني، سعيد مراد، جهاد جنيدي، واحمد تمساح، وادو، ومصطفى طلعت. طيب لو حابب تقول تعليقك على تشكيله الاهلي كابتن عادل. هو قبل التشكيله في حاجه لازم ناخد بالنا منها، ان الاول مره على حسب علمي ان النادي الاهلي بيلعب ماتشين في العيد، يعني اول يوم العيد ورابع يوم العيد. ملحوظه صح، يعني دي من النوادر اللي ممكن تحصل لاي نادي. العيد لسه ما خلصش صح؟ العيد لسه ما خلصش، فانت بتلعب اول يوم ورابع يوم، دي ما حصلتش قبل كده. يعني ممكن من حقك كنت تذبح يوم رابع يوم ورابع يوم. فدي ايه معلومه كده ايه علشان بس اللي عارفين ان الولاد بتوعنا بيعانوا قد ايه. مظبوط صح، من سفر. ملحوظه جميله، اتفضل. بالنسبه للتشكيل واضح ان هو عامل جبهتين، جبهه ناحيه اليمين محمد هاني واحمد حمودي،
وجابها ناحيه الشمال اشرف وعلي معلول. ودي برضو تجربه جديده انه بيلاعب باكين شمال اصلا او ايمن. طبعا هو اصلا ايمن باك شمال اصلا، الموسم اللي فات كان بيلعب مسار، فهنا جابها وهنا جابها، وبعدين بيلعب براسين حربه. هو طبعا صلاح محسن في التشكيل اللي جاينا ان هو بيلعب تحت الفيرو تحت وليد ازار، لكن انا بعتقد في الواقع ده اللي على الورق، انما على هيبقى معاه في جنبه. الملعب هيبقى جنبه او تحته سنه صغيره، فبيستغل الجبهتين دول بحيث انه يبقى الكرات العرضيه يبقى فيها نوع من هو بس في النسبه للاحتياطي انا شايف انه يعني حاله راسين حربه مروان واحمد ياسر، يعني انا كنت افضل ان يبقى في حد من الاطراف كبديل. اصابات، في اصابات كتير. يمكن هو يمكن مش عايز يدخل بعض من اللاعبين، يعني زي محزن احمد الشيخ، في اكتر من لاعب كان ممكن يعني برضه محتاج اجابه بقى، نبقى نسالها الكابتن محمد يوسف بعد الماتش ان شاء الله. يعني احمد الشيخ طب ليه ما يخشش في حاجه زي دي؟ فهي بس دي الملاحظه، انما هيبان طبعا من الاداء انه عمرو السوليه طبعا رجع تاني. كان فرق جدا الماتش اللي فات، حال الشوط الثاني عمل تغييره كانت رائعه، عمل نقلة في الفرقة يعني محسوبة. وبعدين بالنسبة للتشكيل أنا شايف أنه توفيق إن شاء الله يكون حليف النادي الأهلي بإذن الله تعالى. أوكي كابتن حمادة، يبين لك مدى ضغط المباريات للنادي الأهلي في عدد زمني أو فترة زمنية قليلة جدا. الأهلي النهاردة 7 لعيبة بيبدأوا المباراة النهاردة، ما بدأوش مباراة دجل 7. يعني محمد هاني ما بدأش، كلوبالي ما بدأش، أيمن أشرف ما بدأش، عمرو سولية ما بدأش، أحمد حمودي ما بدأش، صلاح محسن ما بدأش. يعني أنت بتتكلم في 7 لعيبة، بيقول لك عدد المباريات الكتير جدا المتلاحقة في عدد فترة زمنية قليلة، ولا وجهة نظرك يا كابتن؟ لا وضع طبيعي، النادي الأهلي طبيعي جدا اللي بيشارك في أكثر من بطولة. زي ما قلنا السنة دي سنة استثنائية للفرق كلها، والنادي الأهلي عنده أكثر من معترك بيخوضه، أفريقيا، بطولة عربية، دوري، والوقت يمكن بيلعب كل 3 ايام ماتش. مش عايزين نقول اللي هو ده داخل في الارهاق، لسه ما دخلش في الارهاق، ولكن هو لازم يعمل عمليه الروتيشن. في حاجات هو مجبر عليها في اصابات، وفي حاجات لازم كان يعمل التغييره. بس هو النهارده يمكن التشكيله نفسها دي مغيره سيستم اداء النادي الاهلي النهارده. مش ما عندناش صانع لعب اللي هو بيعمل الرابطه. واضح زي ما قال الكابتن عادل اللي هو عنده عمل جبهات من بره، وعنده 2 سترايكر. في اوقات كتير هتلاقي واحد تحت واحد، اوقات كتير هتلاقي الاثنين داخل ال 18. ازارو هيعمل تحركات جيده لصلاح محسن اللي يجي من تحت، يبقى راس حربه الحر اللي بقى تلاقيه مره اليمين ومره الشمال، وعنده احمد حمودي، وعندي علي معلول اللي هو التغييره دايما بيعملها في كل الماتشات، بينزل ايمن اشرف ويخلي علي معلول قدامه وبيعمله جبهه من الشمال، جبهه كويسه. فهو النهارده هتلاقي الشغل كله بالاسماء دي هيشعل على كره عرضيه، ازاي يخلق مساحه على الطرف بشكل كويس لمحمد هاني، لايمن اشرف، لعلي معلول، لحمودي. حمودي شغله بيشتغل على الطرف، بيشتغل لجوه بشكل كويس، كمهاره بيدخل كويس. وهتلاقي الاطراف هي اللي ليها شغل كبير جدا. اخطاء الماتش اللي فات كان عنده خطا كبير جدا الشوط الاولاني في الضغط، كان سيء سيء للغايه. كان وليد ازارو تلاقيه رايح، وتلاقي ناصر ماهر بعيد عنه، لأن نص ملعب فيه مساحات ظهرت بشكل كبير. قدر الدجلة يوصل يمكن أكتر من 3 فرص محققين بسبب المساحات. يمكن تدارك الكلام ده الشوط الثاني لما نزل السولية، ظبط الدنيا، ظبطت بشكل كبير جدا، والبدني بتاع الأهلي كان واضح هو الأعلى في الشوط الثاني. قدر يوصل لمرمى دجلة كتير، يعني كان نجم اللقاء عبد المنصف صراحة. المباراة السابقة كان عبد المنصف هو البطل بتاع المباراة كلها، طلع أهداف كتيرة جدا، والأهلي قدر يوصل كتير. يعني ده برضو وجه هدف، ويعني أكيد كل ما بتوصل وبتخلق فرص للتهديف هتسجل في أي جول بقى جه بالعافية بتاع، بس أكيد بتوصل. يعني عندك القدرة أنت تقدر تخترق وتقدر تعمل شغل كتير جدا. فالسيستم بتاع الأهلي النهاردة أنا شايفه ممكن يتغير. مش هيبقى الريد بتاع الاهلي اللي هو الاستحواذ صانع اللعب اللي بيربط، لا، هتلاقي اللعب كله ازاي افضي مكان في الاطراف عشان اعمل الكروس باص للاثنين راسين الحربه المتواجدين داخل ال 18.
طيب والسوليه بقى بيكمل من تحتيه وحسام عاشور بيبقى القاعده اللي زياده عدديه طبعا موجود. طيب كابتن اسامه يعني لو مشينا مع كابتن كلام كابتن حماده هو كلام منطقي جدا جدا يعني هيخليك هيدينا مدلول ازاي ليه هو لعب بعلي معلول مثلا النهارده يعني هيقول لك لا ممكن يبقى صلاح محسن مع وليد ازار في 18 يبقى الكرات العرضيه كنا بنجتهد بنقول لا ده هو ساعات بينزل ايمن اشرف وقدام في مباريات افريقيه على اساس ان هو في الجبهه يحافظ على النتيجه لا ده الموضوع بقى طريقه هجوميه دلوقتي هو كان بيغير شكل اللعب لما الاهلي بيكون متعادل او متاخر وعايز يحسن النتيجه شفناها في مباراه الاسماعيلي شفناها في مباراه المصري مصر كان بيقفل شويه بس شفناها في مباراه الاسماعيلي عشان يحقق التعادل بدا يشتغل على الجبهات اللي كان النادي الاهلي بيعمله في اخر 30 دقيقه في الماتشات اللي فاتت النهارده بيعمله من بدايه المباراه هو شكل الجبهات ايمن اشرف مع معلول واحمد حمود مع محمد حمودي مع محمد هاني المهم النهارده الحاجه المهمه جدا النهارده هي التكمله بقى الهجوميه انت عندك النهارده علي معلول هيكون فاتح ناحيه الشمال وعامل جبهه مع ايمن اشرف والناحيه الثانيه حمودي مع محمد هاني الكره لو ناحيه الشمال عند علي معلول لازم طبعا هيكون وليد ازارو في 18 صلاح محسن مكمل داخل دايس في 18 لازم التكملة الهجومية بتاعت أحمد حمودي دي مهمة جدا ما ينفعش والكرة ناحية الشمال وتعمل الكرة عرضية يبقى هو فاتح بره على الخط لا لازم يكون ضامن وثالث في 18 النهاردة برضو مهم جدا تكملة عمرو السولية النهاردة لازم يدخل برضو يدوس في 18 مش عايزين يبقى فيه جاب في المساحة اللي ما بين عمرو السولية وحسام عاشور وما بين المهاجمين دي اللي كان بيملاها ناصر ماهر كان بيشتغل فيها بيشتغل من جوه لبره بيعمل فيها الباص القصير ما بين حسام عاشور عامل السوليه ناصر ماهر كان فيها استحواذ الحته دي النهارده زي ما الكابتن حماده بيقول حته الاستحواذ ممكن ما تبقاش النهارده في صالح الاهلي ان الحته دي مش ما فيهاش يعني صلاح محسن ما بيعرفش يعمل حته الاستحواذ لا هو هجومي بياخد في مساحات بيكمل على المرمى اكتر اللي كان بيعمل عمليه الربط دي ناصر ماهر فالنهارده مهم جدا تكمله حمودي تكملة وليد ازارو طبعا صلاح محسن برضو عمرو السوليه لازم يدخل في ال 18 اوكي احنا اتكلمنا على الاهلي في نقطه مهمه جدا النهارده عايزين نتكلمها عن حرس الحدود حرس الحدود دخل النهارده مباراه الاهلي وعنده نقطه واحده كان التعادل امام الجونه خسر اول مباراه قدام الانتاج الحربي 2-1 خسر مباراة الثانيه قدام الداخليه 2-1 لكن لو شفنا اداء حرس الحدود في الثلاث مباريات يعني ما يعبرش ان هو واخد نقطه لا ادى بشكل محترم جدا صحيح. كان الكابتن عماد سليمان بيلعب كرة هجومية وهو دي من سمات الكابتن عماد سليمان انه بيحب يهاجم وبيحب يعمل كثافة هجومية على حساب النهارده على ما اعتقد ان هو ممكن يبقى عنده شوية تحفظ في الأول ما يلعبش بالشكل الفاتح عشان بيلعب قصاد النادي الأهلي واحنا شايفين من التشكيل ان هو عامل كثافة عددية في وسط الملعب من إبراهيم عبد الخالق ومصطفى جمال ويبدأ يلعب على المرتدات طيب كابتن عادل من العيوب اللي دخل فيها الاهلي المباراه اللي فاتت ان هو دخل المباراه متاخر قوي ودخل المباراه في التحديدين في الشوط الاولاني كان لحد كبير زي ما اشار كابتن حماده مفيش ضغط منظم مفيش امتلاك للكره ولا استحواذ للكره الاهلي بدا يستنفر الشوط الثاني المباراه يمكن وادي دجله شبيهه بمباراه حرس الحدود الى حد كبير حتى في الترتيب او في النقاط اللي ممكن يبقى مختلف في الاهلي مع حرس الحدود عنه عن مباراه دجله كابتن عادل هيبقى الاختلاف اعتقد انه هيخلي حمودي زي ميسي في برشلونة انه هيخليه هو صانع اللعب يعني الاختراق من الطرف ان هو بيضم للداخل وبعدين بيروح عامل الكرات لازارو او لوليد او لصلاح ويبقى هاني بيشق من بره ويحطها له ما بين الباك والسرد باك Okay. فهيبقى ممكن جدا صانع اللعب النهارده ممكن نتخيله ان ممكن يبقى احمد حمودي ان هو ممكن يبقى ضم للداخل ويعمل العمل ده او على الطرف. اوكي. وكذلك علي معلول برضه هيبقى ضامن في وسط الملعب بحيث ان هو برضه يقوم بدور الاوفر اللي هو رايح لازارو بشكل جيد وزي ما قالوا كباتن هيبقى عمليه الاستحواذ النهارده مش مطلوبه زياده هيبقى دايما باستمرار بيلغي التحضير في وسط الملعب وبيحاول يخلي دايما فريق حرس الحدود باستمرار في وسط ملعبه عن طريق الكرات الطويله سواء للاطراف ايمن او هاني او تحركات صلاح ووليد بحيث ان هو يعمل لهم الكرات اللي هي داخل ال 18 واللي هي تبقى مؤثره ويستغل السرعات بتاعت وليد وصلاح في الكرات اللي هي في العمق. كذلك عمرو السوليه وعاشور اعتقد النهارده بالنسبه لعمرو السوليه هيبقى واخد تكليفات انه هيقوم بعمليه التسديد لان احنا شفنا في بعض المباريات اللي احنا لعبناها كانت عمليه الاختراق من بره او من جوه كانت بتبقى فيها معاناه
هيبقى حل حل من ضمن الحلول ان عمرو بيشوط كويس طبعا. علي معلول بيشوط كويس. في سعد سمير احيانا بيكامل وبيشوط كويس. فالعنصر ده عنصر مهم جدا المفروض ان احنا بنستغله النهارده. فطبعا انا شايف انه التجربه ديت والاداء ده زي ما قال الكابتن حماده بيلعب بسيستم جديد وبشكل جديد، لغى صانع اللعب وخلى صانع اللعب يبقى احمد حمود. ده ممكن جدا يفاجئ حرس الحدود النهارده. يعني حرس الحدود متاكد ان ناصر ماهر هيلعب، فالنهارده مش هيلاقيه، هيلاقي حمودي هو اللي بيقوم بالدور ده. بنتمنى ان احمد حمودي ان هو يقوم بالدور ده على اكمل وجه وينجح فيه، لانه لو نجح فيه هيبقى برضو اضافه لفريق النادي الاهلي. اوكي. هتلاقي بس المشكله برضه اكمل بس الحته دي بالذات اللي الكابتن قال عليها، الناحيه اليمين بتاعه النادي الاهلي انا مش هتلاقي راسين حربه واقفين جنب بعض. ممكن تلاقي صلاح محسن اللي رايح في مره. اوكي. هتلاقي حمودي داخل جوه في حته صناعه اللعب. هتلاقي ازارو بيطلع لبره عشان يفضي مساحه في العمق. فتلاقي القلق اللي هيبقى موجود عند حرس الحدود الجبهه اليمين. الشمال معلول، يعني علي معلول وايمن، يعني علي معلول شغله كله من بره اكتر. نادرا ما بيخش لجوه، بيخش بيعمل دبل باص بس. لكن المساحه اللي دايما هتلاقيها فيها مشكله عند حرس الحدود الناحيه اليمين ديت، مش هتلاقي فيها حد ثابت. يعني حمودي مش هتلاقيه ثابت على طول هناك. ممكن تلاقي ازارو راح فيها، صلاح محسن راح فيها، وحمودي بيخش جوه بشكل كويس، بيعمل صناعه اللعب زي ما الكابتن قال، بيشتغلها بشكل كويس جدا. وممكن يبتدي بحمودي الاول جوه وبعد كده يفتح لبره. هتلاقي الحته دي اللي فيها شغل كتير من النادي الاهلي. طيب خاصه يا كابتن الباك الشمال بتاع الحرس لعيب كويس، لعيب كويس طبعا، كان بيلعب الاسيوط السنه اللي فاتت، لعيب كويس. فهو رمى حمودي عليه بحيث ان هو مهاري ياخده لجوه وزي ما قال الكابتن حماده، يبقى ازاره ممكن او صلاح يروح في الحته دي. في نقطتين مهمين جدا النهارده، خدوا مني معلومه ونتكلم فيها بعد شهر من دلوقتي او اقل من شهر. صلاح محسن في المنتخب اقتناع تام جدا بامكانيات جيري، مقتنع جدا بصلاح محسن. خدوها مني كلمه يعني. كاف سيد انا قلت لك قبل كده لو كان كمل في انبي كان راح كاس العالم. انت قصدك ايه انت؟ والله انت قصدك عشان كان يلعب؟ لا كان بيلعب على طول. قصدي لا كان رجليه في الملعب وكان يعني الدور الاولاني كان سجل كذا هدف. مش قصدي حاجه طبعا، لكن هو كان في ساعتها في الملعب وكان هو راس حربه. الناس كلها كانت بتقول ده رايح منتخب مصر. اوكي. انا بقول الكلام ده ليه بقى يا كابتن اسامه؟ لان الكلام ده مهم جدا يوصل للعيب. الحياه عباره عن فرص استغلال لبعض المواقف. النهارده مش موجود الشناوي، مش موجود ميدو جابر، مش موجود مؤمن زكريا، مش موجود وليد سليمان. بنعزيه طبعا، تعزيه لوليد سليمان في وفاه خاله، يعني بقاء لله وليد طبعا. مش موجود اجاييه، مش موجود احمد الشيخ، باستثناء الشناوي يا كابتن حماده، باستثناء الشناوي يا كابتن عادل، باستثناء الشناوي يا كابتن اسامه، وده ليك. ميدو جابر بيلعب تقريبا في نفس مكان حمودي. مؤمن زكريا بيلعب تقريبا في نفس مكان حمودي. وليد سليمان نفس الكلام، اجاييه نفس الكلام، احمد الشيخ نفس الكلام. فانت بتتكلم على فرصه ممكن تجي لك، لازم يبقى فيها مردود على طول. لازم يبقى عندك مردود على طول. احنا قلنا يا كابتن سيد عدد المباريات السنه دي اطول موسم هيمر في تاريخ النادي الاهلي، سنه سواء دوري سواء افريقيا. ان شاء الله النادي الاهلي يكمل للمباراه النهائيه. عندك بطوله عربيه، عندك كاس مصر، عندك بطوله السوبر المصري، ففي كم مباريات كتير جدا. مفيش لعيب هيقدر يلعب كم المباريات كلها. هتلاقي في وقت لا قدر الله اصابات، هتلاقي في وقت من الاوقات اجهاد، هتلاقي عمليه الروتيشن وتدوير اللاعبين دي مستمره دايما. انا دلوقتي كنت لسه بكتب عدد اللاعبين اللي شاركوا بدايه مباراه الاسماعيلي والمصري والنجم اللبناني والترجي ودجله وحرس الحدود، ست مباريات. احنا الشهر ده عندنا 7 مباريات للنادي الاهلي، يعني بتلعب كل 4 أيام مباراه. ده عدد كبير. كتبت عدد الاسماء اللعيبه، 21 لاعب شاركوا في الست مباريات، عدد كبير جدا. في كم مباراه ان يبقى عندك هيكل اساسي للتيم. اوكي. وبتبدا تدخل الناس عليها. بس الامانه صلاح محسن الفرص اللي خدها والاوقات اللي خدها لا كان مميز فيها، بيدخل يضيف. حتى من الموسم اللي فات في المباريات برضو اللي خدها كان بيدخل ويسجل وبيظهر بشكل مميز. فالنهارده اتمنى اي لاعب، سواء حمودي النهارده كارتيرون بيديله الفرصه وبيبدا بيه النهارده، لا لازم يثبت نفسه. ميدو جابر شفناه الفتره اللي فاتت شارك في مباريات مهمه، مباراه الترجي هناك، مباراه المصري، مباراه الاسماعيلي ما لعبش فيها، ادى بشكل كويس وظهر بشكل كويس. فانت النهارده يعني دي لازم تقول المدير الفني انا موجود. لازم سواء بتاخد وقت من بدايه المباراه او تنزل الشوط الثاني لازم تبقى مؤثر.
حتى علشان تبقى دايما في حسابات المدير الفني. كابتن منافسه شرسه جدا. انت نسيت محمد شريف، محمد نزل شريف اول ماتش جاب هدف اسماعيلي وكان بيأدي بشكل كويس جدا وكل كره فيها خطوره. فالمنطقه دي اللي هي تحت راس الحربه الاطراف او الاطراف بالذات فيها منافسه شرسه جدا ولاعيبه على مستوى جيد طبعا. يعني اي حد بتديله، فزي ما حضرتك بتقول لازم اللي ينزل لازم ياخد يمسك فرصه بشكل جيد جدا في الانديه. فرص الانديه الكبيره ما بتجيش كتير، مش كتير. كتير. طيب كابتن عادل، لو بصينا للخط الرباعي لخط الدفاع كده ودكه البدلاء، عندي ملحوظه حضرتك قول لي حلها. يعني محمد هاني بيلعب بكرايت طبعا وممكن يلعب سرد باك، سعد سمير، كولوبالي، ايمن اشرف، لكن لو بصينا على الدكه كلها مش هنلاقي ولا واحد ممكن يلعب سرد باك تاني. يعني طبعا هشام محمد لا مش موجود، ما ينفعش. اسلام محارب نفس الكلام، مروان محسن نفس الكلام، ناصر ماهر نفس الكلام، اكرم توفيق نفس الكلام، احمد ياسر ريان نفس الكلام. طبعا هنا لا قدر الله ممكن تبقى حاجه داخليه بقى ولا ايه؟ طبعا طبعا، عشان كده كنت بفضل ان بدل ما يبقى في راسين حرب يبقى في راس حرب واحد، يبقى مروان ويبقى نجيب موجود. لان في تغييره ممكن تحصل داخليه، انه ايمن اشرف ممكن يبقى لا قدر الله لو حد تعور ولا حاجه ممكن ايمن ممكن يسد في الحته، وعلي يرجع باك ليفت وينزل واحد قدام كده، مفيش مشكله خالص. يعني واحد ينزل في وسط الملعب. محمد هاني لعب برده مساك قبل كده. انا قلت السنه اللي يلعب محمد هاني ويدخل اكرم ايمن اشرف ومحمد هاني الاثنين لعبوا ماتشات كتيره جدا مع بعض. صح، عندك اكرم توفيق بيلعب باك رايت. مظبوط، هو اكرم فهو عنده الحلول داخليه موجوده. هو بس بدل راسين حربه كنت افضل ان نجيب ماشي كويس، كان ممكن يبقى ورقه، لانك انت عندك راس حربه واحد، فكفايه قوي راس حربه واحد مع اثنين راسين حربه موجودين. أوكي. كان يبقى مكان احد رؤوس الحربه، وان كان مثلا احمد ياسر كان ممكن يبقى نجيب هو مكانه. دي الملاحظه الوحيده، لكن التغييره الداخليه ممكن تبقى موجودة. ما عندوش مشاكل هو لو حصل اي حاجه في الملعب يعني. طيب كابتن حماده، هي 4-2-3-1 ولا 4-4-2؟ 4-4-2. 4-4-2 بس هتتغير كتير في الملعب زي ما قلت لك، التحركات الحره اللي مين هيروح ناحيه اليمين، مين هيخش جوه الملعب، اللي هي النادي الاهلي مشهور بيها، التحركات اللي بدون كوره اللي بتعمل خلخله في الدفاع. اصل لازم يخلق فرصه عشان اللعب، يعني المدرب بيعمل حاجات كتيره جدا واللعيبه في الملعب عشان الاقي مكان العب فيه، مساحه العب فيها. فهو على الورق الشكل ده 4-4-2، ولكن وقت التنفيذ هتلاقي حمودي داخل جوه، هتلاقي فيه ازارو بيطلع لبره، صلاح محسن بيطلع لبره بيخش. فدي المنطقه اللي هتلاقي فيها تحركات كتيره عشان اقدر اعمل خلخله والاقي مساحه العب فيها. لكن الوضع اللي قدامي ده بيقول اللي هو الراجل ده بيعتمد على الاطراف كتير عشان اعمل كره عرضيه. الاثنين بيلعبوا مميزين بالالعاب الهواء بشكل جيد، هيستغل السرعات بتاعه الاثنين، ازارو طبعا نمره واحد. أوكي. نمره اثنين اللي هيجي من تحته صلاح محسن في المساحات، الاثنين هيخلقوا لبعض المساحات، والاثنين ممكن ازارو ممكن يشتغل كصانع لعب كمان لما بيسقط تحت وبيبتدي يعمل مساحه، دي فيها صناعه لعبه برضو لصلاح محسن لحمود اللي جاي. الناحيه الشمال ممكن هتلاقيها روتينيه شويه، يعني نادرا هتلاقي علي معلول بيشتغل بالافراد من بعيد حتى ما بيضرب ما بيوصلش، او بيشتغل لجوه الدبل باص عشان برضو ياخد لبره، ما بياخدش لجوه نادرا يعني. دي اللي هتلاقيها روتينيه شويه، ولكن الناحيه الثانيه وعمق الملعب هتلاقي فيها شغل كتير. هتلاقي السوليه يعني الماتش في اللي جبناه لما بيكمل جوه ال 18 لما الكره دي بتشتغل بتلاقي هو اللي رايح تحت راس الحربه بيكمل بيعمل خطوره. دي مميزاته الكبيره جدا، دي الزياده العاديه للعدد الكبير اللي بيخش جوه ال 18 اللي بيعملها عمرو السوليه بشكل كويس. طيب وفي نقطه كابتن، دي واحده فضل. الماتش اللي فات هو لاعب صلاح محسن تحت ازارو، يعني صلاح بعد المباراه قال ان انا نازل بلعب تحت راس الحرب، فانا اعتقد ان هو في الجانب الدفاعي هيسقطه. عرفش بقى كانه ناصر ماهر يعني في الناحيه الدفاعيه. صح، في الناحيه الدفاعيه هيسقطه تحت ازارو بحيث ان هو يبقى مال الحته دي، ثم يبتدي يعمل انطلاقات ناحيه اليمين او ناحيه الشمال عكس ازارو. ازارو لو فتح لبره هو ممكن يشق لجوه وتتعمل له. الجانب الثاني اللي قال كابتن حماده عليه، علي معلول الدبل باص مع ايمن اشرف ويبقى هو اللي بيحضر ويلعبها له وهو يسقط يبقى في مكانه، عمليه التامين الجانب الدفاعي مع الاوفر. الجانب اليمين هاني مع حمودي برضو الحته ديت هتبقى صلاح محسن وعمليه التمرير للجانب اليمين او للعكسيه او لعلي معلول وهو قاطع عشان تتعمل له،
الكور دي هنتفرج عليها كتير قوي الشوط الاولاني. ده اللي انا الملاحظه دي ان صلاح هيلعب تحت وليد ازارو. طيب في المباريات اللي زي كده كابتن اسامه بيبقى فيها اسئله للمديرين الفنيين هنا وهنا، كل واحد بيدي للتاني اسئله عمليه في الملعب والتاني بيحاول ان هو يجاوب عليها اذا كان هجوميه او دفاعيه. تتفق معايا ان النهارده من فعاليات النادي الاهلي او من الحاجات اللي ممكن تكسب النادي الاهلي السرعه الفائقه طبعا لوليد ازارو وصلاح محسن وعرضيات علي معلول وعرضيات ايمن اشرف، بس دي هتخلينا نقول لو في سرعه لصلاح محسن وسرعه لوليد ازارو يبقى التحضير هيبقى قليل، مش هيبقى الاستحواذ بالشكل الكامل يعني. هل ده ممكن يبقى مقصود ولا وجهه نظرك ايه؟ هو كارتيرون هو يعني كان دايما بيبدا المباراه اللي فاتت 4-2-3-1 وكانت النتيجه بتتاخر في الفوز للشوط الثاني، كان بيغير طريقه اللعب في الشوط الثاني زي ما كابتن حمدي بيقول، بقى بيلعب 4-4-2 او واحد قدامهم يعني وليد ازارو وصلاح محسن. فهو حب يجرب النهارده الطريقه اللي بيكسب بيها الشوط الثاني، ممكن ابدا بيها النهارده اشوف نتيجتها ايه، اشتغل على الاطراف يبقى عندي علي معلول وايمن اشرف، واشتغل مع كان وليد سليمان وكان احمد فتحي، فهو النهارده احمد حمود ومحمد هاني، فهو اللي كان بيبدا بيه بينهي بيه بيفنش بيه المباريات اللي فاتت اخر 30 دقيقه، هو النهارده حب يجربه. الحاجه المهمه النهارده يا كابتن سيد هي عمليه الفرص، النهارده استغلال الفرص مهم جدا. برضو النادي الاهلي في الاسماعيلي ضيع فرص كتير، جت عليه فرصه واحده سجل منها الاسماعيلي. مباراه المصري لا، استغل الفرص من البدايه حتى في الدقيقه 11 احرز هدف سهل عليه المباراه. مباراه دجله بالرغم من الشوط الاولاني كان النادي الاهلي برضو كان الاداء ما كانش يعني جيد على زي ما المدير الفني يعني بيتمناه، لكن النادي الاهلي برضو خلق كانت فرصه انفراد وكانت مهمه جدا. اللي الناس بتقول عليه الاهلي ما كانش جيد فيها، عارف ان محمد عبد المنصف اكتر حارس السنه دي في الاربع اسابيع اللي اتلعبوا دول شال فرص من النادي الاهلي بين العرضتين، يعني في جول مثلا يتشاط عليه بره القائمين يعني هنا فوق تحت مش عارف بس بره القائمين، لكن اكتر حارس في مباراه الناس قالت ان الاهلي فيها لم يكن. خلي بالك ده الشوط الثاني، الشوط الاولاني والنادي الاهلي كان الاداء وحش، وليد سليمان مضيع انفراد والاهلي وليد ازارو يعني كان غير الماتش خالص. ما هي بقى حته النهارده الفرص ضربه الجزاء بتاعت ميدو جابر ضربه الجزاء طبعا صحيحه مليون المية. اتفضل كده حته تحت الفرص النهارده، كل ما بتيجي الفرص بدري وانت بتقدر تستغل الفرص المدير الفني قدامك بيغير شكل الطريقه بتاعته. النهارده كابتن عماد سليمان بيقول لك هو بيلعب كره هجوميه، لكن النهارده مع عدات المباراه ممكن تلاقي فيه تحفظ شويه، في كثافه عدديه في نص الملعب. النهارده النادي الاهلي لو قدر يحرز هدف بدري هتلاقي شكل حرس الحدود مختلفه، يبدا يفتح يبدا يهاجم، تبدا بقى الثغرات والمساحات اللي بيشتغل فيها وليد ازار وصلاح سليمان صلاح محسن تبدا تظهر، بقى يقدر النادي الاهلي يشتغل في المساحات دي كلها. فدي نقطه مهمه جدا في بدايه المباراه. طيب كابتن حماده، زي ما اشار كابتن اسامه النقطه في منتهى الاهميه، اللي يشوف مباراه حرس الحدود مثلا مع الانتاج الحربي لحد الدقيقه 91 ولا حاجه متعادل 1-1 وممكن المباراه تخرج كده، فمباراه الداخليه كان هو المتفوق اساسا 8-1-0 في الشوط الاول وهو اللي سيد المباراه لحد الجونه، ماتش الجونه كان الجونه هو متاخره كان هو اللي هو اللي رجع جاله اكتر من فرصه ورجع. المشكله عنده برضو نص الملعب بتاع الحرس، هو عامل كثافه عدديه تلاقي موجود خمس لاعبين في وسط الملعب ورامي حماده ناصر كراس حربه وحيد قدام ومالي نص الملعب بخمس لاعبين، بابراهيم عبد الخالق، مصطفى جمال، احمد حمزه، امام عاشور هو كراس حربه بس هتلاقيه نازل في نص الملعب، وليسيان هتلاقيه برضه في نص الملعب، تلاقي في كثافه كبيره جدا في وسط الملعب. ازاي الاهلي يحل المشكله دي وازاي يبقى عنده قوه التماسك الدفاعي اللي ما يخليش امام عاشور ده يخترق؟ ابراهيم عبد الخالق عنده الاختراق من الخلف تحت راس الحربه جيد جدا، بيعرف يروح بالكوره بشكل كويس. ده الكثافه في نص الملعب دي لازم الاهلي برضو زي ما قال الكابتن ان صلاح محسن لازم يبقى ليه دور دفاعي عن النادي الاهلي، بيفقد الكوره في ناس برضو بتدافع، ما يبقاش عاشور والسلال لوحديهم. اوكي هيتعبوا قدام الخمسه دولت لو الناس دي ما قدتش. كانت من اول الماتش اللي فات كانت موجوده الماتش اللي فات طبعا، وظهرت مساحات كثيره في نص الملعب دجله قدر يلعب فيها بشكل مرتاح. يعني دجله نفذ طريقه لعبه والراجل عمال يتكلم عليها بقاله فتره، النتائج سيئه ولكن قال لك انا مصر على طريقه معينه اللي انا هبني من تحت. بنى الشوط الاولاني من تحت بشكل جيد جدا وقدر يوصل، وبريمان ضاي يمكن ضيع اكتر من فرصه وابتدى ياخد المساحات اللي في ظهر علي معلول بشكل كبير جدا، مساحات بين السردباك والباك
عند احمد فتحي كان واضح المساحات اللي يمكن مستر كارتيرون اتكلم على التماسك الدفاعي كان سيء عندي. انا فهو اكيد بيتكلم مع اللعيبه على ازاي لما افقد الكره ازاي اعمل تماسك دفاعي، ازاي املى مساحات الملعب بلاعبين ما بقاش عندي مساحه للفرقه الثانيه. وده ساعده الشوط الثاني البدني بتاع الاهلي رائع صراحه، هو اللي بيساعده بشكل كبير الشوط الثاني اللي هو حاطط الفرقه في نص ملعبه، عنده الصبر الشوط الاولاني اللي انت بس اول فرصه تجيلك بتخلص، لكن عندك الوقت اللي انت تقدر في وقت معين تغتنص الفرصه بتاعتك، تقدر توصل لمرمى الخصم، وده اللي شفناه الشوط الثاني في مباراه دجله. طيب من الحاجات الثوابت في كره القدم كابتن عادل ان دايما بيتقال للسرد باكين او الخط الدفاع بالاكمل يعني، او في المباريات اللي زي كده مالكش دعوه باللي بيحصل قدام. تمام خلاص بنخلص مفيش مشكله عشان فاضل دقيقه واحده. دايما نقول لهم يعني لو بنضيع لحد الدقيقه 89 90 هنجيب، لكن ما تصعبش الدنيا عليك يدخل فيك في مرماك هدف كمان يعني. انت مع الثوابت دي ولا ممكن في مباراه زي كده ممكن تقول للسرد باكين بتوعك او لخط الدفاع كابتن عادل؟ لا هو كان في حاجات بتحصل في تاريخ النادي الاهلي وخاصة السنتين اللي فاتوا كان في سرعة ارتداد رائعة. اوكي. مجرد انت ما بتهاجم على طول مجرد ما بتفقدها على طول يا اما بتعمل ضغط من تحت يا اما فرقتك كلها بتروح طالعة وبتعمل الدفاع الجيد دفاع منطقة او اي دفاع انت بتتمناه. النهارده مفروض سرعة ارتداد لان الماتش اللي فات الناس كلها اتكلمت وناس كتبت ان النادي الاهلي مرهق. المرهق ما يلعبش الشوط الثاني على افضل حال يعني انت المجهد يبقى الشوط الاولاني ادى كويس والشوط الثاني البدني يقع، انما العكس الشوط الاولاني انت سيء جدا نتيجه كان فيه عصبيه غير مبرره. يعني لما الاقي فتحي تنرفز، وليد تنرفز، ازارو متنرفز، الله الجماعه الكبار متنرفزين، في حاجه كانت مش طبيعيه في الملعب وده اللي ادت ان التفكك اللي كان موجود. الشوط الثاني مع تغييرتين الوضع اختلف 100%. مسيطر على وسط الملعب، مشكل خطوره، بتضيع اهداف. حتى الاهداف اللي بتضيع نتيجه العصبيه. يعني تلاقي وليد ازارو طالع مع ملاله من احمد فتحي جيده جدا في مكان رائع ويطلع بدل ما يحطها في البعيده بيحطها في الارض في ايد عبد المنصف. طبعا دي هو رايح مش شايف، لان هو لو طبيعي مش متنرفز واتعملت له هو رايح يبقى باصص بحيث ان هو طبعا معانا اسامه الهدوء بتاع راس الحربه في حته وقت الهدوء بتاعه وانت رايح في الحته دي وفتحه عاملها لك على طول وانت رايح شايف بطرف عينك الراجل الجول ده فين ولابس اخضر باينه وهو رايح يروح عاملها له في البعيد. وكذلك صلاح وكذلك وليد حتى ناصر ماهر اتعملت له من ميدو جابر نموذجيه بدل ما تستلمها صح استلمها في الاتجاه الغلط. لو هو بقى طبيعي ناصر اللي احنا عارفينه كان هيستلمها ويحطها على رجله اليمين او يعملها من لمسه واحده في البعيده. ده نتيجه انه كان هناك عصبيه نتيجه ما اعرفش في ايه، لكن ما انتش مجهد. لانك زي ما قال الكابتن حماده انت لسه في بدايه الموسم، لسه عمليه الايجاد لسه ما وصلناهاش. معانا شهرين تاني. فايه؟ معانا شهرين على الايجاد بس عشان نقدر نقول فهي انما بدايه موسم انما انا اعتقد ان الحاجه دي اعتقد ان تصليحها هيكون النهارده باذن الله تعالى. طيب. ونشوف مباراه طيبه ان شاء الله. على العموم يعني بشكر كابتننا كابتن عادل وكابتن حماده وكابتن اسامه، هي مباراه بالتاكيد مباراه صعبه ومباراه مهمه، ومحدش يقول ان حرس الحدود جاي من درجه ثانيه، حرس الحدود له يعني مكانه كبيره جدا في الدوري الممتاز وعندهم خبرات كمان موجوده في الملعب، ازاي ده كان لعيب كويس جدا في الاسيوط وكورساته رائعه جدا، عندهم مصطفى جمال لعيب كويس، ابراهيم عبد الخالق خبره في الدوري الممتاز، محمد عبد الفتاح، حتى مصعد عوض لعيب كان عندنا وعنده خبره كبيره في الدوري الممتاز، حماده نصر كان له هدف كمان فينا في السنه اللي فاتت وهو بيلعب في الرجاء. على العموم هي مباراه صعبه مهمه قويه ان شاء الله الرحمن من جانب النادي الاهلي، كل التوفيق للنادي الاهلي. بعد المباراه هنرجع لكم من جديد مع كابتن عادل طعيمه، كابتن حماده صدقي، كابتن اسامه، استنونا بعد المباراه على طول.